بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ركز معايا قوي جدا في هذا اللغز. لو قدرت تحل هذا اللغز تبقى انت عندك درجة الذكاء عندك عالية جدا. اوكي، دلوقتي في عندك 3 اشخاص، الـ3 اشخاص راحوا المطعم، كل واحد مع 10 جنيه. اوكي، كل واحد مع 10 جنيه، طلب اوردر من المطعم. اوكي، الاوردر ده حسابه كام؟ حسابه 25 جنيه. هما جمعوا الفلوس بتاعهم 30 جنيه، ادوها للكاشير. اوكي، ادوها للكاشير، المفروض ان هما يدوا 30، هو يديهم الباقي كام؟ 5 جنيه، صح كده؟ هو ما ادهمش الـ5 جنيه، هو ادهم بس كام؟ 3 جنيه. اوكي، ادهم بس 3 جنيه، يعني كل واحد دفع كام؟ يعني كل واحد، انا مطرح من هنا واحد وطرح من هنا واحد وطرح من هنا واحد، يعني كل واحد دفع 9، صح كده؟ يبقى كل واحد دفع كام؟ 9، ماشي؟ لان هو رجع لهم 3 جنيه، وكل واحد كان دفع 10، يعني كل واحد دفع 9. لو احنا طبعا هنا هيتبقى 2 جنيه، مظبوط؟ اوكي، لو احنا جينا نشوف 9 زائد 9 زائد 9 زائد 9 زائد 9 زائد الباقي اللي هو الجرسون مرضاش رجع لهم 2 جنيه، هو بس رجع لهم 3 جنيه من الـ5، هيطلع كام؟ هيطلع 27، صح كده؟ زائد الاتنين ديت يطلع 29. لا، طب في باقي جنيه، فين الجنيه ده؟ لو عرفت الحل يبقى انت الصراحة حاجة جميلة جدا. اوكي، تاني بعد لك المسألة. في 3 اصدقاء راحوا المطعم، كل واحد مع 10 جنيه، يعني معهم 3 30 جنيه، طلبوا اوردر، الاوردر ده حسابه 25 جنيه. اوكي، هم ادوا الجرسون 30، رجع لهم، المفروض يرجع لهم كام؟ المفروض يرجع لهم 5، صح كده؟ اوكي، هو ما رجعش الـ5، هو رجع بس 3. راجل الجرسون ده راجل مش امين، هو رجع بس ايه؟ 3، وخد الـ2 جنيه له، يعني كل واحد دفع كام؟ كل واحد دفع 9. 3 في 9 بكام؟ 27، والـ2 جنيه اللي مع الجرسون يبقى كام؟ 29. قال لا، طب باقي جنيه، لان هم كلهم كام؟ 30. تقدر تقول لي الجنيه ده راح فين؟ اذا عرفت الاجابه عندك، لا تنسى تكتبها لي في الكومنت طريقة حل اللغز، وإذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يصلك كل جديد.